بنات، هذا المرطب الهايدرا غني ببروتينات اللؤلؤ والمكونات النباتية. شو يسوي؟ يشيل التعب، يشيل الإجهاد، يخلي البشرة صحية، شباب، نظرة فيها لونها حلو، أوكي، مو تعبان، مو أصفر، لا، يعطي حياة حق البشرة. خيال خيال خيال. راح أحط الهايدرا. ليش قاعد أقول لكم لازم تحطونهم مع بعض؟ لأن هذا يكمل هذا. بنات شفتوا لما تحطون أي سيرم لازم تحطون بعده مرطب؟ هذه المعادلة، هذا يكمل هذا، هذا يخلي نتيجة هذا تصير أسرع. فهمتوا؟ يعني أنا وايد استخدم كريمات المرطب بعد اي سيرم او كريم تفتيح يعطي نتيجة اسرع. المرطب خيال، تقدرون تستخدمونه الصبح وعصر، وتستخدمونه كمرطب تحت الميك اب من كثر ما ينن. بنات انا اي مرطب كذي يخلي الوي شوية دبق معناته ينن، ترطيب عالي مو عادي، مو عادي بنات. يعني شفت نتيجة معادية منهم ترى.